بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وخاتم المرسلين. نحن الثوار في المنطقة الجنوبية لمدينة دمشق نوجه كلمتنا الأخيرة لنظام الأسد الغاشم، أنه خلال 48 ساعة إن لم يتم تغذية أحياء جنوب العاصمة دمشق كهربائيا مخيمي اليرموك وفلسطين، حي التضامن، حي العسالي، حي القدم، مدينة الحجر الأسود، مدينة يلدا، أسبينة، البويضة، حجيرة الحسينية، سنقوم ودون تردد بقصف محطة التوليد الرئيسية للطاقة الكهربائية في حي الزاهرة ومقسم الهاتف في حي اليرموك الذي يغطي العاصمة دمشق، وهذا تهديدا واضحا وصريحا لنظام الأسد المنهار، والله ولي التوفيق.